في انسان حاكم بيقبل تغيير الا اذا كان شعب بانه في حاجه لذلك. النظام ده لما قام احنا كنا هدفه الاول، وكل البيانات موجهه ضدنا وإساءة. طيب حصل شنو دلوقتي دايرين تخطبوا ضدنا؟ حصل شنو؟ حصل تغيير. ليه؟ لأنه في الواقع في نظام مش طبيعي. إحنا كنا الهدف الأول للنظام، الليلة صرنا الهدف الأكبر للانضمام للمشاركة على النظام. ليه؟ ما في عوامل هي اللي أدت إلى التغيير ده. الليلة دي السودان حصل فيه تغييرات، تغييرات بحيث هامشكلية يعني. التغييرات هي نتيجة نظام، مش يعني نتيجة موت الحركة الشعبية والحركات الاعتقادية. خلونا نكون واقعيين. الحركة الشعبية اشتهرت يا أستاذ من سنة 2005 لسنة 2011 كانت جزء من النظام القمع القائم، ونحن ضحايا. كانت جزء من حسب الاتفاقية. وإحنا صحيح في كافحة ونظر الفلوس، لكن من 2005 إلى 2011 كانت جزء من مؤسسة القمع القائمة السودان. مشتركين فيها تفصيل، عندما أخذنا اليوم إنه يمسكون إحنا معاكم في هذا النضال في 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 من أسماء الجاي، وأنتم سبتونا، وأنتم أنكم دخلتم مع النظام. فالصحيح كافحوا وصحيح ده عمل أثمر، لكن كمان إحنا صمدنا وصمودنا في الفترة ذاتها بتاعت اتفاقية السلام. صمودنا ده ساهم كبير جدا في هامش الحرية اللي جت في السودان. وبالمناسبة إحنا ثلاث مرات برمنا الشارع، ولكن ده ما يعني ان احنا سيبنا النضال، لكن انا بقول انه الموضوع ده يحسب وحسابه. ما معنى انه مثلا الناس ما تجاوبوا معنى انتهى الموضوع. الحصل في مصر 3000 مره حصلت اعتصامات وحصلت اضرابات وكفى وكفايه وزي بيفنا، يعني كلهم دي حصلت لغايه في الاخر جت وحصلت فده ما بيعني انه الحصل ده معناه انتهى، لكن بس انا بقول ما كان في استعداد لذلك الوقت. اخواننا اللي معنيين بالتغيير في السودان، انا بتصور اذا كان في نظره وطنيه يعني عاديه، مش يجيبوا لنا انتوا يا تمشوا معانا يا خيانة، يا تمشوا معانا يا نهجمكم، لا، يقولوا الاتي: احنا والله فهمنا انتوا دايسون، ولكن احنا ما مقتنعين. اذا انتم نجحتوا في ماشيين فيها دي فهو الله من الكلام، واذا ما نجحت نحن الحديث. الكلام مش ممكن يتقال، الكلام بيكمل بعض، لكن احنا نعتقد عنه انتم ده اجنده المؤتمر الوطني وبيمشي فيها خيانه ونحن جايين لكم. الكلام ده هو ده كلام المؤتمر الوطني، لان المؤتمر الوطني بيقول لنا الناس دي ما تفرجوا بيننا وبينهم. من المنطق ده جدا معنا عشان مصوت مصيري. فالدور اللي يقول الكلام ده له هو اللي بيتكلم بمنطق المنطق ده. المنطق يقول احنا ما مقتنعين، احنا ما مقتنعين بطريقتكم، لكن احنا مطمئنين حسب الكلام بتاعكم كله انه انتوا ما فرطتوا في القضيه، لا قبل ولا بعد ولا كده، ما فرطتوا في القضيه. ما دام ما فرطتوا في القضيه كلموا وشوفوا طريقتكم. اذا جابت نتيجه هي اصبح السودان كله، واذا ما جابت نتيجه نحن بنجيب، ولو ما نجيبها احنا بنجيب للسودانيين كلهم، ما علينا نحن. الكلام على ان احنا سلحنا القبائل العربيه كلام ده موثق وحاط، واحنا عشان كده طلبنا، قلنا اول ما يتغير النظام
من جزء من زائد يبدأ من العدالة الانتقالية نعمل هيئة للحقيقة. مين استقلال السودان جميلة؟ ليه؟ لأنه نحن الحصن تحمل لذلك في عهد في الأمة إحنا اللي عملناه واحد حصل هجوم في الأزرق والدود حصل هجوم على الجبائل إحنا مكننا القرى أنها تدافع عن نفسها والسلاح ما سلاح عشان الهجوم للزور سلاح مربوط بالقوات والنظار عشان إذا حصل هجوم عليهم لحق يحموا القرى وحاجة محدودة جدا جدا مش أننا حول سلحنا جبائل عربية عشان نستخدمها تضرب الآخرين هذا الهجوم على بعض القرى وهذا الهجوم على بعض القرى أوجب أن يكون في الجبائل دي والقرى دي تمكن من الدفاع عن نفسها مش هكذا جدا الجيش السوداني بيحمي السودان بالطريقة دي إيه قرى بيحموها ناس منهم وفيهم كان في ضرورة جدا أنا أطلق القرى دي تحمي نفسها على كل حال احنا قلنا الكلام ده ما يبقى كلام جزافي احنا قلنا تتكون هيئة قومية تحقق عشان كل دول يعرفوا العمل مين استقلال السودان ليومنا هذا كلام عاطفي لانه انا بفتكره كلام جاهز